الأخ بيدخل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخ غير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو العلماء قالوا أخو الزوج، أخوه والدعمه وادخالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني يجب ألا يدخل الحمو اللي هو قريب الزوج على الزوجة. هذا هو حكم الإسلام. والناس يا أخواننا قامت على إنه يقول لك ده ما ود عمي وده ود خالي وده أخوي، ما ممكن أشك في أخوي يقول لك، لكن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاطع وفصل ليس بالهزل، وهو الحق الذي فيه الخير للناس في الدنيا والآخرة. فيجب أن يعلم هذا الأخ، يكلموه ويدوه الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من المحارم. المحارم العلماء قالوا هم المذكورون في الآية من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. فلا يجوز لأخي الزوج أن يصافح زوجة أخيه، ما بجوز ليه يصافحها، بجوز ليه يسلم عليها سلام بالخشم في وجود المحرم. لو الراجل اللي هو أخوه ما في لكن أبوه موجود، أبوه محرم، عمة موجود، خالة موجود، جدها موجود، يسلم عليها السلام بالكلام، وهو قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترد عليه من غير خضوع في القول، يعني ما من غير تكسر الكلام، ترد عليه ورد. وده كله يا أخواننا من حفاظ الشريعة العظيمة على طهارة القلوب وعلى الأعراض. فيسلم. أما المصافحة فلا تجوز له، لأن هذه المرأة ليست له محرما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط، يعني زي المسلة كده من حديد في أم رأسه، يجيبوا له مسلة يدقوها له في نص رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ده أفضل له من أن يمس ويدخل فيها جميعا عن المس بما في ذلك المصافحة. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. فده أخواننا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم أطهر الناس قلوبا. النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الصحابة أطهر الناس قلوبا وأنظفها وأملأها بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم به، ومع ذلك كان لا يصافح النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. ولذلك الواجب أن يعلم هذا الأخ، وعلى المرأة أن تأخذ حذرها، يعني إذا كان الأخ بيخش البيت ساي خاصة في البيت الكبير، الواجب عليها أن تأخذ حذرها، يعني ما تضع ثيابها كاملة. فإذا دخل مثل هذا الأخ فعليها أن تحتجب منه، عليها أن تحتجب منه.
إنه شنو؟ إنسان صائم ويلبس تميمة أو كمون ويعتقد أنه ينفع ويضر. طبعا يا أخواننا هذا ينافي التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله هذه الجملة خبرية، والخبر فيها مقدم، شبه الجملة جار ومجرور. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجاءت أيضا في سياق الشرط، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مؤمنا فإنه لا يتوكل إلا على الله. ومن ذلك أنه لا يعلق التمائم اللي هو الحجابات، تلقى الحجاب مرة مشينا الجنينة جابوا لنا حجاب قدر المصلاية دي، من غير كذب، والله من غير كذب، قدر المصلاية دي جابوا لنا مقطوع اثنين، قالوا ده حق سلاح مرسوم فوقه دبيب لافي فوقه أرغام، يعني كمبيوتر ذاته ما بيقدر يرسم الشغلانية دي، يدل على أن هذا الفكي أول حاجة ما عنده موضوع، وإنسان فارغ، يعني زول بيكتب له حاجة دي يكون كتبها في 4 سنة والله كويس، ويطبقها كيف، وبعد ده يقوم يجلدها بيجلد بتعتيس. طيب ده وقت بينفع انت مجلد ليه؟ لو هو بينفع، ولو هو بيحمي، لو هو بيحمي انت بتحميه من المويه بيجلد بتعتيس؟ يا اخو ده قال لك السلاح ما بياكلك، السلاح ذاته ما بياكلك، وده كله يا اخواننا من السحر والدجل والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم زي ما قال شيخ احمد، مشكله الناس انه يقول لك الكلام ده حق طائفه معينه، وانما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما في خلاف بين العلماء لا الاربعه ولا غير الاربعه، ما بتلقى عالم واحد، لا الامام مالك ولا الامام الشافعي ولا احمد ولا ابو حنيفه، تجد انه يعلق التمائم والرسوم وخاتم سليمان ونجم داود وإلى آخره، ده كل يا أخواننا هذا من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى الشركية يعني العزيمة اللي بتكون بأسماء شياطين. في كتاب بتاع طريقة في السودان قال: ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء، شقش 2، شقموش 2، راعي المنخ 2، العجل 2، الساعة 2. ده شرك. وفي ناس بيكتبوا لك كلام ذاته عجيب، وفي بعض مرات تلقى في بعر يقول لك ده من الغران، تلقى شو جوا في بعر، تلقى في عظم، ها؟ هاي واحد لقى سف، كلام عجيب. وفي واحد واحدة بيحكوها زمان، الفكي كتب لولدها عنده الله يكرمك ريال تصايله وكده، مشت للفكي عمل له صورة نميري، عمل صورة نميري ودخلها في الحجاب. الولد بعد فترة الحجاب ده انقطع، وقع في الطشر، فمشت ودته للبجلي، فتحوا لقاه صورة نمير، قال لها كتب لك الحجاب ده؟ قالت له فكي فلان، قال لها الفكي ده لكن ما غشاكي كيف؟ قال لها دي جريدة الأيام ودي صورة نمير. قامت مشت للفكي قالت لها الفكي ده شنو ده؟ قال لها هو زول ده نشف ريق الشعب السوداني، ما نشف ريق ولدي، وهو ساكت كلام فارغ. فده يا اخواننا اما تلقاه كلام باطل او شركيات او سحر، زول يقول لك والله انا بالليل بشوف حاجات، الحاجات ما انت معلقه براك، والله معلقه انت براك، فده من الشرك. طيب الانسان اذا اعتقد انه الحجاب بينفع ويضر ده شرك اكبر مخرج من المله، اذا اعتقد انه ينفع ويضر فهذا شرك اكبر مخرج يا اخواننا عن الملة، أما إذا لم يعتقد ذلك فهذا شرك أصغر ولا يغفره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. طيب في ناس يقول لك لا الكلام ده من القرآن، العلماء قالوا
اللي بيعلقوا إذا كان من القرآن محرم لثلاثة أسباب. السبب الأول لعموم الحديث والأدلة التي تنهى عن تعليق التعليق، ما تعلق أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أرسل إنسانا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم رسل زول قال له ما تخلي شيء معلق في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا شنو؟ إلا تقطع. ولذلك الأدلة عامة، وكما قال العلماء العام يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص، ولا مخصص، لا في مخصص. طيب ده نمرة واحد. نمرة اثنين لأن فيه الامتهان للقرآن، الزول اللي بيعلق الحجبات دي تقول له همنا القرآن، يقول لك ايوه. طيب بيدخل شباب الحمام يقول لك طبعا ما ممكن اخش بالقرآن الحمام. طيب اللي بيحفظك في الحمام منو؟ الحمام ده ما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء يعني الحمام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه قراءة للحديث. والخبث والخبائث، الخبث دي ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله، الاستعاذة معناه أحتمي، يعني أنت لما تخش الحمام تقول أحتمي بك يا الله من ذكران الشياطين وإناثه. وهو بيته، فكيف تدخل إلى الحمام من غير الحجاب الذي تزعم أنه يحميك؟ فإذا خشيت به خشيت بالقرآن، إذا ما خشيت به اللي بيحميك من جوا منه، اللي بيحميك جوا بيحميك بر. السبب الثالث لأن فيه الذريعة، ذريعة إلى تعليق غير القرآن، لأن فيه ذريعة إلى تعليق غير القرآن. ده علق قرآن، هل تضمن أن غيره سيعلق غير القرآن؟ طبعا الكلام ده نحن بنقوله من باب الحجة العلمية، وإلا لن تجد حجابا من الأحجب التي يعلقها الناس إلا وفيه سحر وطلاسم ونجوم مربعات وأرقام وأحرف وأسماء للشياطين وأسماء لبشر وتقطيع للقرآن. إذا لقيت في آية كاملة بتلقى الآية دي مكتوبة إما بموية بصل، ولا تلقاها مكتوبة بموية بتاعت دم حيط أو دم مسفوح، ودي كلها شنو؟ دماء نجسة أو غير ذلك. والإنسان يا أخواننا ربنا بيحفظه، النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ ها؟ حفظ ربنا سبحانه وتعالى. من حفظ عليا رضي الله عنه لما نام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم من السيوف؟ أقل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عشان يطمن يقول له شنو؟ الورقة دي إن شاء الله ما بتجيك عوجة. ها؟ نام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له نوم، ودائما أنت لو موقن بالحديث أصل عوجة بتجيك ما في. مما علقت دي المصائب بتجي عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وما هذه يعني تفيد العموم، أي الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، لو ربنا منزل علي ضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله، أي ربنا كفاية كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك أخوانا الإنسان يتوكل، مركت من البيت تقول الأدعية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت. ف
فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين: كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي؟ الشيطان ذاته بيقول ده ما عنده طريقة. والإنسان أيضا إذا صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وإذا قرأ في بيته سورة البقرة لا يقرب الشيطان بيته ثلاث ليالي، ثلاث ليالي الشيطان ما بيجيك. وإذا دخل الإنسان منزله نهاية اليوم فقال بسم الله، الشيطان بيقول شنو؟ فاتكم المبيت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع له العشاء فقال بسم الله لم يدرك المبيت ولا العشاء. فإذا دخل البيت فلم يسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، كده نحن شنو؟ بيتنا. وإذا لم يسم الله على العشاء قال أدركتم المبيت والعشاء. عشان كده الناس اللي بيجوا داخلين ساكت ده شياطين، وبتكون مانعة يقول لك والله أنا شيطاني كبير، شيطانك الفتة ماكلة معاه، والباسطة لأولادك ماكلة، واللبن شاربه معاهم، ويا أمورهم جاية. وبعد ذلك له سرير ببيت، لقى له فندق ما يكون قوي كيف، والصلوات مضيعة والأذكار ما في، شيطان بيكون مرتاح ومستمتع متكيف. عشان كده ابن مسعود قال: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم نبله، يعني بضعف وبتعبه، بتعب الشيطان المؤمن. وقع في ذنب بيستغفر، جاء خش البيت قال بسم الله، ما بيت ما في، جاء يأكل بسم الله، أكل ما في، تعبان. ولذلك يا أخوان الإنسان يحافظ على الأذكار الشرعية ففيها البركة. الأولاد الصغار تحصنهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاثا، ثم يقرأ عليهما وينفث الفلق ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات، وغير من الأذكار العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيطان أو لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. منزله مش معناه البيت، يعني نزلت في بيت، نزلت في خلا، في سفر، نزلت في مدينة، في غيره، فقلت هذا الدعاء لن يضرك شيطان حتى ترتحل، وغير من الأدلة العظيمة الكثيرة. فالإنسان يا أخواننا دائما يتحرى السنة، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيتحرى ذلك. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورنا جميعها، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله ويباعدنا عن سخطه وغضبه إلا وبيّنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجب عليه أن يتوكل إلى الله ويفزع ويرغب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال في أخ سلفي: لا يستطيع أو لا تستطيع، ما مكتوب كويس، أن ترتدي زوجته حجاب شرعي، ماذا تنصح؟ علما أن زوجته لا تقبل لبس الحجاب الشرعي، زي ما قال لك شيخ أحمد: ادعوا الله سبحانه وتعالى، خاصة في يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له، يصلي معناه يدعو يعني. فاجتمع يوم الليلة ده، اجتمع فيه فضائل، من هذه الفضائل الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في لكل مسلم في كل يوم دعوة مستجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة الصائم لا ترد. وفي أيضا شنو؟ يوم الجمعة أيضا، هذا من أوقات ومن أسباب الاستجاب. والإنسان صائم لله سبحانه وتعالى ومرابط ومعتكف في بيت الله سبحانه وتعالى، فهذه من أسباب الدعاء. فأثني على الله، أثني على الله بما هو أهله، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل حاجتك ربنا سبحانه وتعالى بالدين، ادعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لهذه الزوجة
ثم انصحها واصبر عليها وأبدلها. أول حاجة قبل ما تبدلها بالحجاب أبدلها بالعقيدة، لأن أخواننا الشرائع بتاعت الإسلام ما نزلت في مكة، أغلبها نزلت في المدينة. لما المؤمنين حققوا الإيمان تمام بعد ذاك نزل شنو؟ شرائع الإيمان. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت في البخاري أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. لكن لما قوي الإيمان والتوحيد في قلوب الناس في المدينة، لما نزلت آية تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وتلاها القارئ بين المسلمين والصحابة في المدينة، من كانت في فيه في خشمه، خدتها في خشمه لفظة، ومن أعدت له كسر آنيتها حتى يعني امتلأت بها سكك المدينة. وفي حديث أنس أو حديث جابر رضي الله عنه أنه كان ساقي الناس في حائط أبي طلحة رضي الله عنه، يعني في الحديقة، يشرب الخمر قبل نزول آية التحريم. فلما قيل إن الخمر قد حرمت لفظها من لفظها ووضع الكأس من وضعه وكسروا آنيتها فاستجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. الصحابي ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أربع مرات أعرض عنه ويقول له لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك، فيقول لا يا رسول الله زنيت. أجابوا جني يا أخوان، جابوا الإيمان، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. ثم استنكهه، يعني يتأكد أنه صحيح العقل، ثم أمر به فرجد. أنت جاي لما جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له زنيت، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل له شنو؟ رجم بالحجارة لما يموت، وهذا فيه تطهير له. وكذلك المرأة التي زنت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المرأة دي إيمان عالي كيف، جاءت بطفلها النبي صلى الله عليه وسلم رجعها حتى ترضعه، رضعته. فلما جاءت به ومعه كسرة من خبز، معناه بقى شنو؟ بقى ما معتمد على الرضاعة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، فسبها بعض الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، تاع المكس ده بتاع الضرائب، قال لتاب الله عليه. وفي لفظ لو قسمت على 70 أهل بيت من المدينة لوسعتهم. فالشاهد من الكلام إن أخواننا لما قوي الإيمان استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. عشان كده ركز في التوحيد، ركز في التوحيد وتعظيمها لربها سبحانه وتعالى، وادعو الله لها بالهداية وعاملها أنت بالتي هي أحسن. كذلك برضه يا أخواننا ما ممكن الزوج يكون بيضرب مرته ويهينا ولا يعطيها حقوقها، فهي يعني ترى أنه لم يستفي شيئا من تدينه، فهذا قد يضر. لذلك المعاملة الطيبة والهدية، وأن الزوجة تقبل منك ولو اليسير، يقول لك يا سلام ما ناسيني ومغدرني وكذا، لو جبت لها ملعقة ساي انت يومك كله بكون مجيء، عرفتها؟ فبرضو دي أخواننا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصى بالنساء خيرا، وغير ذلك
من الأدلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.